نرجع للمنصة وعشان هو اللي اتكلم فاحنا عايزين نكون مع شاعر الكبير ابراهيم الدسوقي. بس انا قبل ما انا اقول بس كلمة رفضية كده بسيطة، كنت الأستاذ عادل أنا ولو كنت في ندوة عن قاع الصين اللي هو رسوم الأربع، فكنت بتكلم عن الأدب والشعر، فكنت بقول إن كل علم له مقدمة صغرى ومقدمة كبرى تؤدي إلى أرسطو كان وضع علم مصر وقال الشعر هو كلام صح، عمل تفكير الشعر هو كلام، دي مقدمة الصغرى بتاعته، ولكن المقدمة الكبرى الشعر هو كلام ذات موسيقى على قافية يؤثر في المغرب. لا احنا بتاعنا هيأتي بقى بكده بقى إلى الفن القصير. طيب إزاي أوصل للعلم ده؟ أنا في ثلاث مآلات، ما هي العلم؟ ولماذا العلم؟ وكيف؟ ما هي العلم؟ اللي احنا قلناها العلم الشعر هو كلام مقفل ذات موسيقى على بحر موضوع يؤثر في الكلام. طيب لماذا الشعر؟ الشعر كما قالوا ويقولون هو مسؤولي الشعر هو تغيير الوعي المنسوب، الوعي القائم الى الوعي المنسوب، والشعر هو مرآة الشعور. فاحنا بنتكلم لازم نخاطب ردان الشعر مش نتكلم وخلاص. كيفية بقى؟ ده بقى علم العروض، الأستاذ حاسم زي ما قال العروض البيان المعرفة، هم دول الكتاب. نعم قصيدة عن جرى دمعي على قلبي عتابا وقد أسقيت يا حالي سرابا، ولي حياة لم تكن وكان فيه في أرضي كتابا، فغاب الحب عن ضربي شرودا كأن الروح تضطرب اضطرابا، كأن الروح تضطرب اضطرابا. وأبلغ من جبال الصمت قلبي فتبتال المشيئة والشباب، ناخد نفسه ونعرف الشاعر الكبير فوضى عبد الغفار والاستاذ محمد الغزالي والشاعر سيدان ناصر عزيز والشاعرة ميرفت كامل. بنرحب بجميع الحضور. دكتور جمال تغيد انا اسف، يعني الشرف الجميل ده اللي احنا حاطينه دي فرقة وبقينا اسره ليها قرايب منين دي؟ الحمد لله على السلامة يا كبير ونورته، ودكتور جمال الحمد لله على السلامة، انتوا احنا سنينكم بدري. طب هنسمع الشاعر ابراهيم الدسوقي ونغير الموضوع كده عشان عايزين نسمع هذا المسلسل. استاذ محمد المغزال ده اخ وحشني قوي، ده اول ما شفته اتلخبطت خالص. قلت جرى دمعي على قلبي عتابا وقد اسقيت يا حادي سرابا، روانيني حياة لم تكن وكان الريب في ارضي جلابا، وتاكل من رؤوس الخير طير، وتاكل من رؤوس الخير طير ويسقون الرواكب والدوابا،
وقبله فغاب الحب عن ضربي شلولا كأن الروح تضطرب الترابا وأبلغ الجبال الصمت قليلا فتقتال المشيئة والشباب أنانيل أنانيل إذا أغتال عزة وإن دار الزمان وإن أجابا بكى التاريخ من غدر اللعوب ويرمي الرد منهم والجواب ويا إيزيس ويا إيزيس نبني لي شتاتي ولا تردد من العشق الغيابة أيا مصري قم عني وبلغ لقورسهم وناشده العبابة وبلغهم جهولا أو عجولا لأني ما نسيت لهم مصابا وهبوا من ثبات قد تنادى وألقى في النطق الثبابة لو انتوا اللي عجبكم لاحظتوا كده انه الشعر السوري طبعا هو بيلعب بفكره المصدر وشكل يعني موضوع التضاد في ده والدكتور حسن هتكلمنا عن فكره التضاد ده يعني تضاد بالمفردين او تضاد بالتركيبتين يعني بين التركيب في المنطقه الثانيه كمان الرد الشعر الفرق بين لهذا الشعر دلوقتي بيقول كلمة سكت وكلمة صمت لا سكوت ازاي صمت يعني السكوت ده يسكت عن يبقى ده حاجة وحشة لأنه الساكت عن الحق شيطان يبقى السكوت ده حاجة مش كويسة أنا لما أجي أختار أو أجي محتاج حاجة فيها السكوت عن الشيء حاجة مش كويسة فأقول عليها سكوت لكن لما اقول ان انا بصمت يبقى اذا انا بصمت عن معنى داخلي في معنى جوايا فعجبني جدا انه يقول وابلغ من جبال الصمت طيب جابته من جبال الصمت هذا الجبال عملته قيد عملته قيد فتقتل المشيئه والشباب فتقتل لديه المشيئه وتقتل لديه الشباب يعني هناك صمت له فاعليه صوت يفعل لكن السكوت لا يفعل.